كيف شايف ان هذا السباق اليوم؟ اليوم والله واحده من السباقات المهمه على اجنده نادي دبي دول الرياضات البحريه. بكل تاكيد الاجواء جميله جدا، ولو انا اليوم مش مذيع راح احطي المجداف واجدف معاه. اليوم لا في سايبه اللي هو الهواء، ولا في تيارات ولا شيء، اليوم في الجداف ولا مطر ولا شيء. اليوم ساعدك هو اللي يثبت الوجود وخط السير، فما في تكتيك اليوم مثل تكتيكات اليوم، هي شدة الرجال. اليوم نعرف سواعد الرجال، فواحدة من الأشياء الجميلة جدا نشوف سواعد الرجال تتسابق لخط النهاية. ليست النشاطات الرياضية البحرية قليلة؟ لا والله، مشكلة الجو، أنت عندك 4 شهور أو أقل من 4 شهور لازم تعمل فيها كل فعالياتك الموجودة، ودبي ما شاء الله زاخرة بالفعاليات، فتغطي عليها فعاليات القرية العالمية وغيرها من الفعاليات اليومية الموجودة على أجندة دبي. فهم في تحدي، نادي دبي دول للرياضات البحرية هم في تحدي لرجوع الناس للبحر وأهل البحر وحتى الفعاليات البحرية. كلمة أخيرة لراديو سيزون، الإذاعة المختصة بشؤون البحر، وهي الإذاعة الأولى بالعالم بهذا الاختصاص. واحدة من الأشياء اللي أحبها في الدنيا أنك أنت دائما تختص، وإذا مختصين على البحر فسبحان الله دائما أهل البحر لهم ميزة ولهم طابع ولهم، يعني تخيل الإمارات كلها تلف عليها بحرين وخليجين وأكثر من خليج، والمحيط الهندي على بحر عمان، فأتوقع اختصاصكم أنتم في هذا الشيء راح يوصلكم منطقة أبعد من أنك تفتح الراديو على كل المواضيع. أهل البحر دائما لهم طابع مهم ولهم طابع خاص جدا. Radio Season.